تحية لكم مشاهدينا الكرام في هذا اليوم الانتخابي. ساعات الحسم اقتربت، نتحول الآن مباشرة إلى مقر وزارة الداخلية حيث تتواجد الزميلة نصيرة شرقي أيد صالح، وهذا طبعا لتقديم كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، طبعا المعطيات الرسمية إلى وزارة الداخلية. إليك نصيرة. شكرا. يلتحق بنا مجددا وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية ليوافينا بآخر المعطيات. تفضلوا معالي الوزير. شكرا. أخواتي إخواني المشاهدين، يسرني في نهاية العملية الانتخابية أن أوافيكم بالنتائج بالنسبة لعدد المصوتين. القطر الجزائري فيه 20,476,878 ناخب، وانتخبوا 9,174,492، وذلك يعني 44.38% يعني نسبة المشاركة. بالمقارنة مع 2007 سجلنا يعني في أخير العملية الانتخابية 36.51، يعني ب